يا اخواتي، صباح الفل يا رجاله. عاملين ايه يا رجاله؟ وحشيني قوي يا جدعان. عايزين نعمل حاجات كتير قوي كده النهارده مع بعض. مقصر في حقكم جامد. المهم يا جدعان، ايه عايزين نودي الكلام في داهيه كده ونولع الحكه ونشوف الدنيا هترسى على ايه النهارده. هنفتح باكيجات مع بعض ونعمل كده شويه حاجات كده سوا. تعالوا بس ناخد 200 معزز المره دي. انا نفسي يا جدعان والله العظيم لاعب من عندي يوصل حتى اوفر 120. عايز حاجه حد يكون زاد 20 يا جدعان. بقالي فتره في الرقم ده، انا مش عارف امتى هيخلص والله بجد، مش عارف امتى هيخلص. امتى وريني كده التفاصيل امتى. والله لسه فاضل شويه يعني، حلوين. عمال اخد كميه معززات النهارده وكميه حاجات ومش نافعه برضو. المهم يا جدعان، تعالوا كده ايه نولع الحكه كده ونودي الكلام في ده كده ونفتح باكيجا من باكيجات الرواد نسخن بيها. رجاله اللي مش عامل لايك في القناه يعمل لايك معلش على الفيديو ده عشان نوصل، ومش عامل اشتراك يعمل اشتراك، واحنا هنودي الكلام في ده كده ونولع الحكه. وان شاء الله يا رب يا رب يجي لنا لاعب حلو كده باذن الله، يعني لاعب كده رايق كده ان شاء الله. لاعب اهو، لاعب اهو، عايزين لاعب رايق، عايزين لاعب. ايه ده، العالم ده طلع لي قبل كده، والاس تي ده طلع لي قبل كده تقريبا. اوف، ايه الخرا ده، ايه الخرا ده يا جدعان، ايه الخرا اللي طلع ده يا جدعان. بس الباكج ده بصراحة حلو يا جدعان، امال بيطلع لعيبة يعني. بس يعني بص هتلاقي منه زي 99 تقريبا. ماشي كويس، شغال شغال بس مش قوي بصراحة. ايه ده، ده في ريفرش، ده تعال نعملها في ريفرش بسرعة. ماشي، كنت عايز اقول لكم يا رجالة عايزين نخش نلعب كده كام ماتشاية ونودي الكلام في ده ونولع الحكاية سوا. كنت عايز اقول لكم ايه، استنوا كده اشوف الحدث. حدث ممكن نفتح باكيجايه برضو في الحدث، نفتح باكيجايه في الحدث كده للناس. كان في باكيجايه بتتفتح، استنوا وانا عشان اجيب لامبرد. لامبرد عايز كام؟ عايز 50 و50 و50 و100. انا عايز 200 لامبرد، يعني عايز 200. ممكن لو لعبت النهارده اجيبهم، لو لعبت النهارده اجيب اللامبرد ونفتحه مع بعض الفيديو الجاي باذن الله. تعالوا كده نشوف تصريح النجم كده لو في باكيجات، في حاجة من في باكيجين يا جدعان. في باكيج من 104 ل 108، يا رب يطلع لنا لاعب حلو. طلع لي لاعب 105 كويس، طلع لي لاعب كام، 106. ماشي، مش عارف اللعبة دي والله العظيم هنعمل بيها ايه. المش الحلو اللبس ده يا جدعان، اللبس ده شكله رايق يا جدعان، تعالوا نلعب بيه. اللبس ده شكله رايق، تعالوا نلعب بيه. فين 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 فين؟ عايزين نغير، عايزين نغير. هنخش نودي الكلام في ده دلوقتي يا رجاله، نخش نودي الكلام في ده. فينك يا اسطى؟ فين اللبس الجديد؟ ايه ده، هو مش ده، احنا كسبنا ده تقريبا، كسبنا ده والله ما عارف انا احنا كسبنا ايه بجد، اقسم بالله ما عارف. بس عامة تعالى نلعب بده عشان كده شكله رايق كده، والله شكله رايق كده. في حد اتباع، في حد اتباع في السوق. ماشي تعالى الفلوس دي، معايا فلوس مش عارف اعمل بيها يا جدعان. بفكر ابيع روبرتو كارلوس ونجيب كريستيانو رونالدو، لان انا بحب كريستيانو رونالدو، نفسي اجربه ونفسي العب بيه قبل السيزون ده ما يخلص. رجاله انا نزلت فيديو بس على قناتي التانيه، في ناس كتبت لي كومنتات والناس اللي بتتفرج عليه لحد اللحظه دي، انا عارف ان الناس اللي استحملت كلامي لحد الفيديو ده هم اكتر ناس بتحبني، فدول اللي انا بطلب منهم يا جدعان. هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو التاني بتاع المحتوى التاني اللي هو مش جيمنج، يعني انا عامل فيديو تاني ملوش علاقه خالص بالجيمنج، له علاقه خالص، هو محتوى تاني، محتوى تاني غير العاب الكوره. هتلاقي لينك الفيديو تحت، انا عايز الناس تخش توجب معايا هناك. يعني عارف لو جالي بس 10 اشخاص هناك وكتبوا لي كومنتات بس كده اللي هو ادي احنا جينا الفيديو ده، انا هفرح، لان هناك اساسا في 24 مشاهده بس. انتوا متخيلين في 24 مشاهده بس؟ هتلاقوا اللينك تحت، ممكن تروح تتفرج عليه وترجع. هتلاقي لينك الفيديو، انا الفيديو ده تعبت فيه يا جدعان. الفيديو ده عامله عن الصحاب باختصار، بتكلم فيه عن الصحاب وكده وان الصحاب قد ايه ممكن يكونوا مؤذيين في حياتنا وحاجات زي كده يعني. فشوفوا الفيديو وقولوا لي رايكم بشكل عام. يعني انا بقول لكم ايه، في الفيديو اساسا جاب 24 مشاهده، القناه ما عليهاش حد اساسا هناك. ف حلو والله الدفاع اللي حصل ده، فاللي هيروح يتفرج كده يقول لي يعني، فاهم؟ هفرح قوي. طب خش يا اسطى، خش يا اسطى، خش يا اسطى. يا لهوي، الحمد لله ان انا اتصدت، بس انا كنت بتبوظن في الدفاع يا جدعان، انا كنت بتبوظن، كنتش بلعب كويس. هل انا العب كويس كده وندي الكلام في ده؟ فيعني طب ايه، طب خش يا كاكا، ما تدلوش ضربه جزاء يا جدع. ايوه حلوه، يلا حلوه، لا دي اسان، يلا حلوه، لا دي اس يعني، يلا يا اخي ادي هناك يا اخي. اوف يا نهار اسود، والله اسم كان هيخترق الدنيا، كان هيخرب الكلام والله. على فكره يا جدعان، سي دي ام جديد، سي دي ام حلو قوي على فكره، ومن نوعيه السي دي امات اللي انا بحبها اسيان، اللي هو بيطلع قدام
وبيولع الحكه كده. روبرتو كارلوس، فيها روبرتو كارلوس بدات تخري اخر فتره، والله العظيم بدا يخري فعلا. تريشتيجن في الفورمه اخر فتره بصراحه، يا لهوي على البنك. شايفين البنج بيعلى ازاي يا جدعان؟ بفكر ارجع لايفات تاني قريب. المهم يا جدعان، اللي هيشوف الفيديو التاني يا جدعان يكتب لي كومنت بالله، يعني ما يخش يشوف الفيديو ويتفرج وبس، يكتب لي كومنت على الفيديو التاني عشان عايز رايه ويعرفني، عشان كده كده اساسا انا بقول لكم انا جايب 24 مشاهده بس على القناه التانيه، 24 مشاهده. فاللي هيروح يكتب لي هذا انا رحت، هادي انا بحبك، اي حاجه فاهم، يكتب لي رايه في الفيديو. اساسا ده اهم حاجه، اساسا اهم حاجه ان هو يقول لي رايه في الفيديو، عشان ايه؟ فكر كل اسبوع اعمل المحتوى ده فيديو، يعني فاهم، محتوى كده جديد بنتكلم فيه عن حاجات كتير كده، مشاكل في حياتنا، حاجات زي كده، حاجات شبابيه برضو مع بعضينا يعني. فشوفوه وقولوا لي رايكم. يعني عايز اقول لك، انا حاسس الماتش ده انا ما جيتش ب 2 جنيه والله، حاسس الماتش ده ما جيتش ب 2 جنيه. الشوط ده كله كده انا ما لعبتش فيه والله، كنت بدافع بس. وكويس ان الحارس عمال يصد والله. تريشتيجن في الفورمه، هي دلوقتي هتيجي فيه، بس هو الله وكيل بصراحه صد لي كتير قوي يا جدع. انا ما كانش قصدي كده، انا افتكره هيرفع والله العظيم. تريشتيجن في الفورمه، اقسم بالله تريشتيجن جامد. طب انا مش هخلص ولا ايه؟ مش فاهم، هو الماتش مش مخلص كل ده؟ ايوه يا عم خلصونا يا عم، مش فاهم انا ايه كل ده. راجع من بره تعبان قوي يا جدعان، مش عارف هل هنزل فيديوهين هنا ولا ايه النظام، مش عارف صراحه. بس يعني هحاول انزل لكم النهارده فيديوهين في الجيمنج، ونلعب كده ونودي الكلام في ده سوا ان شاء الله يعني. يا جدعان يا جدعان، مش خدوا الكوره، خدوا الكوره يا رجال. انا بحس كاكا هو اللي بيتعب والله العظيم، مش بس كاكا، حتى لما بيتعب بيبقى شغال بصراحه معايا حلو. ولا بنزو، ولا الواد بنزو شديد يا لهوي. سيو 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 اسرع من صلاح، خصوصا لما بيبقى صلاح مع الكوره. يا لهوي عليك يا بنزيما، يا بنزيما ليه كده؟ جيرارد جيرارد، ما تخشوش في بعض، ما تخشوش في بعض، ما تخشوش في بعض. بحبك يا جيرارد والله العظيم، بحبك يا جيرارد والله، والله بحبك يا اخويا. عاش. طب ايه طيب؟ اديني بلعب تيكي تاكا، بلعب تيكي تاكا. الحتت دي بتبقى خطر قوي، الحتت دي بتبقى خطر قوي. ماشي، نزل لي بس العيال دي عشان لو بس. ايه ده، ايه ده، ايه اللي انت بتعمله؟ قدر يا مليتا، انت بتاخد بتصد الكوره ولا ايه؟ الماتش ده برضو ما جيناش، الماتش ده احنا بندافع بس، مش عارف ليه حاسس ان انا بدافع. خش يا اسطى، يا اسطى خش يا اسطى، خش يا اسطى. الواد واقف بس ما بيتحركش. ايوه ادي ادي لده يا جدع، حرام اقسم بالله، اقسم بالله حرام. كاكا اطلع بره يا كاكا، معلش الحركه دي غزتني قوي بصراحه كاكا، مع انك انت من احسن اللعيبه اللي عندي، يعني انت احسن لاعب عندي اصلا، مش من احسن، انت احسن لاعب عندي، انت احسن لاعب عندي والله. يا لهوي حلوه حلوه، اقدر يا ملتاو. بس انا يا جدعان خايف تيجي فيها عرضيه في الاخر والله، تبقى اللعبه منجسه قوي والله. هتفوزه شكلها، شكلها هتفوزه، بس هتفوزه. طبش 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 طبش، الحمد لله يا جدعان خلص تعادل. يا جدعان اللي هيروح يشوف الفيديو اللي هناك يا جدعان، يا ريت يكتب لي يا جدعان كومنتات، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن، هحطه لكم في اول الفيديو باذن الله. يا رب تعجبكم وتشوفوا الفيديو الاخير فيها، ونولع الكلام كده ونودي الكلام في داهيه كده تاني في فيديوهات تانيه. تعالوا كده، انا هجيب، نجيب لامبرد الفيديو الجاي، نجيب لامبرد الفيديو الجاي كده، ونحطه في التبديلات، عشان انا حاسس ايه لامبرد هيقدم معانا اكتر من باستوني، او باستوني مش عارف، مش عارف ممكن نخلي باستوني ولا مش عارف. الفيديو الجاي هنشوف، نظبط الدنيا مع بعض، شوف الدنيا هترسى على ايه. السلام عليكم يا رجاله.